مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. قال: السماء كئيبة وتجهما. قلت: ابتسم، يكفي التجهم في السماء. قال الصبا: ولا. فقلت: ابتسم، لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. ماذا سنخسر لو ابتسمنا والدموع تجري على خدنا؟ هل السعادة تجلب الابتسامة؟ وهل الابتسامة أيضا تجلب السعادة؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذه الحلقة تحت عنوان ابتسم تكن أسعد الناس. يعتقد العديد من البيولوجيين أن الابتسامة جاءت نتيجة الخوف، واستدلوا على ذلك بفعل القردة حينما يهابون شيئا أو يخافونه ويخشونه ويرون أنفسهم ليست لهم القدرة على إذايته، فيتظاهرون بالابتسامة إذ تظهر أسنانهم كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا. ومن المسلم به أن الابتسامة تساعد على الشفاء، وتعتبر علاجا للقلب وغذاء للنفس وللروح معا. إذن ابتسم تكن أسعد الناس، ابتسم تصبح مصدرا أو مصدر سعادة للآخرين. ولذلك فحينما تبتسم فأنت تلج قلوب الناس في غير استئذان. لماذا؟ لأنك تتحدث لغة يفهمها الجميع، مهما تعددت لغتهم أو اختلفوا عنك في الديانة أو في الجنس أو في أي شيء، فإنهم سيفهمون لغتك هذه التي لا تحتاج إلى ترجمة. لماذا؟ لأن اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى الترجمة هي الابتسامة، وحينما تتحدث هذه اللغة أكيد أنك ستدخل قلوب الناس في غير استئذان. لذلك من يسعى إلى أن يصبح مصدر سعادة للآخرين فإنه يصبح كأشعة الشمس للأزهار. تقول الأم تريزا وهي راهبة ألبانية: يبدأ السلام بابتسامة. ويقول نجيب محفوظ: الابتسامة أمرها غريب، إذا ابتسمت لحبيب شعر بالراحة والفرح، وإذا ابتسمت لعدو شعر بالندم، وإذا ابتسمت لمن لا تعرف أصبحت صدقة لك، وإذا ابتسمت مع نفسك ازددت قوة وسعادة. فعلا أحبتي، حينما نبتسم في وجوه الآخرين تكون ابتسامتنا صدقة وهدية، وما أجملها من هدية، فالابتسامة هي أفضل وأجمل هدية تهدى للخليقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. مشاهدينا الكرام، المعروف أن السعادة تجلب الابتسامة. حينما نرى شخصا يبتسم أول ما يخطر على بالنا أنه سعيد، لكن هل الابتسامة تجلب السعادة؟ نعم. ما الذي سيثبت لنا ذلك؟ الآن لو قلت لك مشاهدين الكرام، لو قلت لكم ابتسموا مهما كانت ظروفكم الآن ووضعيتكم، ابتسموا، صدقوني لو استمريت تبتسم لمدة 30 ثانية ستشعر بالسعادة. هذا يدخل في علم النفس، وقد تحدث عن ذلك علماء النفس كثيرا. لننطلق الآن إلى إحصائيات وهي مهمة جدا. تقول هذه الإحصائيات بأن الأطفال من سن 4 إلى 14 عاما فإنهم يبتسمون 400 مرة في اليوم، وبعد 14 عاما يبتسمون، يعني إلى مرحلة الوفاة، فإنهم يبتسمون 7 مرات فقط في اليوم. انظروا إلى هذا الفارق. إذن نحن نستطيع أن نعود إلى الطفولة في هذه اللحظة بالذات، مثلا كالابتسامة وكالبراءة وأي شيء كهذا. إذن نستطيع أن نبتسم أكثر من 7 مرات في اليوم. ابدأ صباحك بابتسامة، حي الناس بابتسامة، واجه الناس بابتسامة، تكلم مع الناس بابتسامة، كن دائما مواجها للناس بابتسامتك. فالابتسامة هذه تساعد الدماغ أو تنشط الدماغ، وحينما ينشط الدماغ فإن الجسم كاملا ينشط، فإن الجسم بكامله يصبح نشيطا.
لذلك لا تستغرب إذا علمت أن السعادة أو أن الابتسامة هي مصدر سعادتك وسر سعادتك. وهذه الابتسامة هي سر من أسرار الله في خلقه، من حرمها حرم السعادة، بصيغة أخرى حرم الحياة. مشاهدينا الكرام، ابتسموا بقدر ما تستطيعون. كلنا نعاني، كلنا نعيش الآلام والأحزان في هذه الحياة، ولكن ما أجمل أن تبتسم في هذه الحياة والدموع تجري على خدك. مشاهدينا الكرام، ابتسموا تكونوا مصدر سعادة لكم وللآخرين. ابتسموا معنا في هذه الحلقة واتركونا بسمتكم كتعليق على هذا الفيديو، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة. علي عبيد يحييكم، في أمان الله. ردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. مرحبا أهلا وسهلا، صحبة كنتم وأهلا، ولنقل للجهل مهلا، ذاك حفل الناجحين، ذاك حفل الناجحين. ألف مليون مبارك، ربنا زدهم وبارك، كلكم في المجد شارك، نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين.